بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ليلة قبل الشروع، نريد أن نبدأ بتفسير كتاب الله عز وجل. هناك أمور عديدة، بل أقول كثيرة ومهمة جدا فيما يرتبط بالتفسير، ومفصلة جدا وشيقة جدا، بحوث ليست من التفسير إنما هي مقدمة للتفسير. لو أراد فقيه عالم مفسر قدير أن يكتب هذه البحوث لاحتاج إلى مجلدات. وكما أقول لكم وقلت لكم، بحوث شيقة ومفيدة جدا. باختصار شديد جدا ولبعض تلك الأمور إشارات، هي أمور كما قلت كثيرة ومفصلة، إشارة إلى بعضها. أولا، تفسير كتاب الله. ما هو كتاب الله؟ تفسير القرآن. القرآن يعني ماذا؟ ما هو القرآن؟ الحديث عن ماهية القرآن حديث مفصل مفيد شيق، لا نريد أن نفصل، إشارة فقط. القرآن كما عرفه القرآن آيات عديدة وردت في القرآن الكريم بيان لماهية القرآن الكريم، بيان لتفاصيل القرآن الكريم. هو القرآن يتحدث عن القرآن، وكم حديث القرآن الجميل عن القرآن. هو يقول أنا ماذا؟ أولا، مجموعة من الآيات القرآنية تريد أن تبين القرآن. ما هو القرآن؟ تنسب القرآن الكريم إلى من أنزله. القرآن الكريم كتاب من؟ مجموعة من الآيات القرآنية، أقرأ لكم بعضها. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. القرآن يتحدث عن نفسه. أي فو تنزيل الكتاب؟ من الله العزيز الحكيم.
في آية قرآنية أخرى من الله العزيز العليم، وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. آيات قرآنية أخرى. هذه الآيات تقول القرآن كتاب العزيز العليم الحكيم، يعني ماذا؟ هذه أوصاف لله عز وجل، أليس كذلك؟ ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركة يتحدث عن القرآن، لا يتحدث عن نفسه. كتاب العزيز يتضمن العزة، كتاب العليم فيه العلم، كتاب الحكيم فيه الحكمة. يعني أيها الناس، هذا الكتاب كتاب شخص عليم، إذن الكتاب فيه علم، العلم في هذا الكتاب. تنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، إلهكم رب العالمين، هذا كتابه. هذه الآيات المباركة تتحدث عن القرآن، القرآن هو كتاب الله. الله هذا الاسم هو الاسم الجامع لصفات الربوبية. هذه فئة من الآيات القرآنية، وتعرفون هذه الفئة من الآيات القرآنية فئة فيها لعله، لا أقول لعله، عشرات الآيات القرآنية. هذه الفئة التي تتحدث عن جانب من القرآن الكريم. فئة أخرى تتحدث عن أن القرآن الكريم مصون من التحريف، بحث التحريف، تحريف القرآن، بحث المفصل، أدلة إثبات عدم تحريف القرآن الكريم، أدلة عديدة. جزء من هذه الأدلة أدلة من القرآن الكريم. يصير الإنسان يستدل بالقرآن على أن القرآن غير محرف؟ نعم يصير. هذا دور؟ لا مو دور، لأن هناك بعض الآيات القرآنية بأدلة أخرى نثبت أن هذه الآيات غير محرفة، وهذه الآيات تقول، هذه الآيات التي قطع عندها، هذه الآيات ماذا تقول؟ الواقع الخارجي خلاف ذلك أبدا. يلزم أن نعرف معنى هذه الآيات حتى نعرف المضمون الكبير الذي تضمنته هذه الآيات القرآنية عن القرآن. تفصيل كل شيء، القرآن كتاب، هو تفصيل كل شيء. خذوا كلمة كل شيء، تبيانا لكل شيء، هذا أيضا شاطر من القرآن. آيات قرآنية كثيرة تتحدث عن القرآن. إذن تفسير القرآن، القرآن ما هو؟ راجعوا القرآن الكريم حتى تعرفوا القرآن ما هو. نريد أن نتحدث عن تفسير القرآن. القرآن وحده بدون أهل البيت لا ينفع. إن شاء الله هذا البحث نأتي إليه إن شاء الله في بعض الآيات القرآنية التي بترتيب التفسير إن شاء الله نصل إلى بعض الآيات القرآنية نتحدث عن هذا الموضوع. القرآن بدون أهل البيت لا شيء. القرآن الكريم تحدث عن القرآن الكريم، لنرى أهل البيت أيضا ماذا يقولون عن القرآن الكريم. أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة وتعلمون، ليست بالعشرات، بالمئات إن لم تكن أكثر من ذلك، روايات شريفة كثيرة. مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: وفي القرآن ثلاث كلمات، وفي القرآن نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. خلاص، هاي الكلمات الثلاثية لمولانا أمير المؤمنين ما أعظمها وما أروعها، وهي كثيرة في نهج البلاغة.
نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. القرآن هكذا كتاب. الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها تقول: كتاب الله بينة بصائره. وآي منكشفة سرائره. وبرهان متجلية ظواهره. مديم للبرية استماعه. وقائد إلى الرضوان اتباعه. أشرح لما أشرح لما أشرح شرح يحتاج إلى تفصيل، وأنا دون هذا التفصيل. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان. القرآن كتاب قبل 1400 سنة، أنتم تتحدثون عن القرآن. لنفرض فرض محال أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لم يكن إماما، كان عالما أم لا؟ كان عالما تقدم على زمانه مئات السنوات أم لا؟ العلماء يتمكنون أن ينكروا ذلك؟ علماء كل الأديان. يتمكن عالم عرف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وعرف كلمات الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن ينكر هذه القضية، أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عالم سبق زمانه بمئات السنوات، عالم تحدث قبل تقريبا 300 سنة، أكثر من 1200 عام، تحدث عن أشياء البشر توصلوا إلى تلك الأشياء بعد 12 قرنا. عالم استثنائي أم لا هذا العالم؟ لنفرض أنه ليس بإمام، لنفرض فرض محال طبعا، وهو إمام من الله سبحانه وتعالى، عالم أم لا؟ الإمام الصادق يتحدث هذا الحديث: إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، لكل الأزمنة ولناس دون ناس. لا، هذا الكتاب فقط كتاب لعوام الناس، العلماء علماء لا يحتاجون إلى القرآن. هذا الكتاب كتاب لفقهاء فقط، لا ينفع بقية العلماء. لا، القرآن كتاب لكل الناس، الله لم يجعله لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. الرواية الشريفة في هذا المجال كثيرة وطويلة وبحثها طويل. تفسير القرآن الكريم، هذا القرآن هو يتحدث عن نفسه هكذا، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أدل القرآن يتحدثون عن القرآن هكذا حديث. أساسا لماذا ندرس القرآن؟ لماذا تفسير القرآن؟ خب خلص عرفنا أن القرآن الكريم كتاب عظيم، نحتاج إلى دراسته، نحتاج إلى تعلمه. لماذا؟ لماذا نحتاج إلى دراسة القرآن؟ لماذا أساسا جلسات التفسير؟ لماذا؟ في شهر رمضان، في غير شهر رمضان، هناك تعلمون دروس تفسير طيلة أيام السنة. لماذا درس التفسير؟ لكي نتعلم معاني هذه الآيات القرآنية. خلاص جيد، تعلمنا، شو يصير؟ علمنا يزداد، العلم له قيمة عظيمة. خلاص العلم وحده ينفع؟ العلم أحيانا يكون نافعا، أحيانا يكون ضارا. العلم الضار خلي على كتر، العلم النافع، العلم النافع هو نافع إذا عملت به. أنت عطشان عطش شديد وتعلم أنه على بعد أمتار يوجد ماء، ترتوي؟ علمك يحل مشكلتك؟ لا،
شخص مريض ويعلم ما هو دواؤه، طبيب قدير رضوان الله تعالى عليه، كان موجودا في الكويت، بعضكم يعرفونه، تعرفوه، كان مبتلى بمرض بالربو، مرض شديد، درجة شديدة من الربو، ضيق التنفس. الله يرحمه الحاج مهدي حلاق رحمه الله، بعضكم تعرفونه، كان في الكويت فترة، كان يقول وكان مبتلى بدرجة شديدة من الربو. أنا أتذكر على بعد أمتار، على بعد لعله أكثر من 10 أمتار 15 متر، كنا نسمع صوت تنفسه للضيق اللي كان يعاني منه. كان يقول أنا أعرف دوائي، دوائي في المكان الفلاني، يلزم أن أذهب إلى ذلك المكان في منطقة في الهند، هناك الدواء موجود، لكن ما أتمكن لظروفه، أعماله، التزاماته. يعرف ما هو الدواء، هو طبيب ويعرف ما هو الدواء، يعالج له. القرآن كتاب علاج. سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وصف المتقين يقول يستثيرون به دواء دائهم. القرآن، يقرؤون القرآن، يتعلمون من القرآن هذا الدواء. خلاص بس يتعلمون عولجوا؟ لا، يلزم أن تعمل. درس التفسير في كلمة واحدة مقدمة، بصورة عامة مقدمة. نعم، الأمور المرتبطة بالعقيدة هذه لا تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى عقيدة. درس التفسير يوجد هذه العقيدة، بعد ما نحتاج إلى عمل، صحيح؟ ليس بصحيح. حتى القضايا العقائدية درس التفسير يعطيك معلومات. يصير شخص عند المعلومات وما عند العقيدة؟ نعم يصير، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. المعلومة غير العقيدة، أن تعلم شيئا غير أن تعتقد بذلك الشيء، كان ولا زال وسيكون إلى يوم الظهور. كان البعض من العلماء يعرفون ما هي العقيدة الصحيحة ولا يعتقدون بالعقيدة الصحيحة، كان أم لا؟ على مر التاريخ اقرأوا كتبهم. عندنا مشكلة. فإذن حتى في الأمور المرتبطة بالعقيدة التفسير، درس التفسير هو ذي المقدمة؟ لا، درس التفسير مقدمة. تتعلم، يلزم أن تعتقد بهذه المعلومات التي تعلمتها، تعمل أو تعتقد. إذن درس التفسير مقدمة، هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، هناك إفراط وتفريط، مع احترامنا البالغ لبعض من يقول بهذا القول وبعض من يقول بهذا القول، لأنه يوجد بعض العلماء في الطرفين. الآن ليس كلامنا عن الأشخاص، كلامنا عن الفكرة. يوجد إفراط ويوجد تفريط. البعض قالوا أين نحن من كتاب الله؟ يعني شنو درس التفسير؟ ما عندنا درس تفسير. القرآن كتاب نزل على محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. المخاطب بالقرآن الكريم هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أصلا نحن لسنا طرف خطاب القرآن، لا علينا بالقرآن، نحن لا نفهم القرآن، خلاص. وعندهم أدلة.
إنما يعرف في الحديث الشريف، إنما يعرف القرآن من خوطب به. أنت تعرف القرآن، أنا أعرف القرآن، من خوطب بالقرآن يعرف القرآن، يعني أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في حديث شريف: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. شنو درس التفسير؟ الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال لأبي حنيفة: ما ورثك الله من كتابه حرفا. أنت ما تعرف حرف من كتاب الله. أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة؟ والروايات شريفة أخرى. بعض الناس، فئة من الناس، قالوا لسنا مخاطبين بكتاب الله عز وجل، فلا شأن لنا بكتاب الله. خلاص، كتاب الله لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هم يأخذون من كتاب الله المعلومات، يعطوننا المعلومات. هذه فئة. وفئة أخرى، هذا من هالجانب، من جانب ثاني، فئة أخرى قالت: لا، كتاب الله لكل الناس، كل الناس ليستنبطوا من كتاب الله. بين الإفراط والتفريط، كتاب الله لكل الناس، خلص أعطي آية قرآنية فقهية لشخص يعمل بها، خلص الفقه نخلي على كتر. شنو العلماء الفقهاء؟ أنا أستنبط من القرآن الكريم أحكام شرعية. القرآن الكريم يقول أقم الصلاة، أقم أمر، الأمر مو معلوم يكون ظاهر في الوجوب، خلص إقامة الصلاة مستحبة. كل واحد خليه يستنبط. القرآن كتاب لكل الناس، لا هذا ولا ذاك. القرآن كتاب للناس أم فقط لأهل البيت؟ لا، القرآن كتاب للناس. هو القرآن يقول، هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يقولون، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كم وجهوا الناس إلى كتاب الله عز وجل، هذا وأشباهه، مضمون الرواية الشريفة. لعل العبارة هكذا: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. لماذا الإمام، شخص جاء سأل مسألة شرعية فقهية من الإمام، الإمام قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، يعني ليش تسأل؟ القرآن جاي يقول. واللطيف أنه هذه المسألة بالذات، هذه الرواية الشريفة راجعوها، رواية صحيحة موجودة في الكافي. هذه الرواية الشريفة أساسا تذكر حكما يحتاج إلى تدقيق كثير. لطيف هذا. مع ذلك الإمام ما قال أنه لماذا كذا، لا، يعرف هذا وأشبهه. أنت فقيه، هذا السائل فقيه، أنت فقيه، اذهب إلى كتاب الله، اسأل من القرآن، اعرف من القرآن. الإمام لماذا وجه إلى القرآن؟ كتاب لأهل البيت فقط؟ لا، كتاب لكل الناس. لا نقول القرآن كتاب لأهل البيت، هذا بحث أيضا إن شاء الله لعلنا نتطرق إليه في مطاوي بحثنا إن شاء الله. القرآن كتاب لكل الناس، نعم، ولكن لا مثل أولئك بتفريطهم ولا مثل هؤلاء بإفراطهم. لا، القرآن كتاب لكل الناس، خلاص ما تحتاج أنت شيء. لا، القرآن فيه ضوابط، الأحكام الشرعية تحتاج إلى شخص خبير كالعلوم الأخرى التي بحاجة إلى خبروية. القرآن الكريم كتاب فيه عام وخاص، فيه مطلق ومقيد، في القرآن نفسه، في الروايات الشريفة تقييدات للأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم، تخصيصات للأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم. انت خذ القرآن وخلاص. لا، ما يصير، مو كل واحد يتمكن من كل شيء. نعم، بعض الأمور نأخذها من كتاب الله عز وجل، بعض الأمور يأخذها المتخصص من كتاب الله.
هو أيضا يأخذ من كتاب الله عز وجل، ولكن يلزم أن يكون عارفا بضوابط ذلك الشيء. الضوابط من أين جاءتنا؟ من القرآن الكريم جاءتنا. القضية بحاجة إلى تحقيق. القضية ليست منحصرة في الفقهاء فقط. لماذا حصرت آيات الأحكام الشرعية في الفقهاء؟ القضية ليست أنه أنا حصرتها في الفقهاء، الفقيه تدبر في القرآن الكريم، تعلم ضوابط القرآن، تعلم ضوابط الأحكام، تدبر في القرآن. أنت أيضا تدبر في القرآن الكريم بمقدار الفقيه، تصبح مثل الفقيه، تصبح فقيها أصلا. لا أقول مثل الفقيه، الفقيه من هو؟ مثلك، مثلي، ولكن تدبر في الآيات القرآن يتعلم. بدون تدبر تريد أن تأخذ أحكام القرآن الكريم؟ لا، هو القرآن جعل ضوابط، هو القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا قال فاسألوا أهل الذكر؟ خلاص أنتوا روحوا تحققوا، ليش تسألوا أهل الذكر؟ إذن يوجد هناك بعض الناس أهل الذكر أيا كان المقصود من هذه الآية المباركة. إذن ليست القضية أنه أنت تذهب تأخذ أي آية قرآنية، تعمل بأي آية قرآنية، لا، القضية لها ضوابط. القرآن ذكر الضوابط، ناهيك عن ما ذكره عدل القرآن الكريم وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما تفريط آخر أصلا فليس حديثنا عن ذلك التفصيل، تفريط حسبنا كتاب الله، لا الآن ليس حديثنا، إن شاء الله نأتي إلى هذا البحث. نقطة أخيرة، تفسير القرآن الكريم، التدبر في القرآن الكريم شيء عظيم جدا بحاجة إلى ضوابط. ما هي ضوابط التفسير والتدبر؟ القرآن الكريم هو أمر بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ليتدبروا آياته، التذكر بالقرآن الكريم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، شيء مهم، ولكن القضية بحاجة إلى تعلم طريقة التدبر وطريقة التفسير. يا أخي على الأقل، على الأقل ضوابط اللغة العربية، يعني هذا بعد أدنى شيء. اللغة العربية لها ضوابط، تعلم ضوابط اللغة العربية. الحمد لله رب العالمين، الحضور في هذا المجلس يعرفون اللغة العربية، الذين يستمعون إلى هذا الكلام لعله المفروض أنه يعرفون شيئا من اللغة العربية. لا، اللغة العربية لها ضوابط، بدون معرفة هذه الضوابط معرفتنا بالقرآن الكريم بأحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إما تكون معرفة سطحية جدا أو تكون معرفة خاطئة أصلا. أمثل لكم بمثال مبسط جدا. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول في حديث شريف في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، كلمة عربية، يعني شنو؟ الذي لا يعرف ضابطا من ضوابط اللغة العربية لا يفهم معنى هذه العبارة. أي ضابط؟ هناك قاعدة في اللغة العربية يذكرونها، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، الشيء الذي حقه التأخير مثلا أفرضوا المفعول، المفعول حقه أن يكون بعد الفاعل، وأن يكون المفعول والفاعل بعد الفعل، هذا الترتيب الطبيعي. المفعول يتقدم على الفعل، هذا يفيد الحاصر، يعني فقط هذا. الخبر يتقدم على المبتدأ، هذا يفيد الحاصر، يعني فقط هذا. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يقول في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، علم هذا
هذا مبتدا. في تقلب جار ومجرور سد مسد الخبر يعني مكان الخبر. في تقلب الأحوال هذا اعتبره خبرا. علم جواهر الرجال هذا المبتدا، الخبر تقدم على المبتدا، هذا يفيد الحاصر. الإمام أمير المؤمنين ماذا يقول بهذه الكلمة الرائعة؟ يقول: تريد أن تعرف جواهر الرجال؟ تريد أن تعرف حقائق الناس؟ ما تقدر تعرف إلا في تقلب الأحوال. عندما الأحوال تتغير تعرف من هو هذا الشخص. قبل يوم عاشوراء الكل يقول نعم نحن مع الإمام الحسين، في يوم عاشوراء يتبين من هو مع الإمام الحسين، يتبين من هو حبيب، ويتبين من يخذل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله تعالى. فقط في هذا الوضع تتمكن أن تعرف جواهر الناس. فقط هذا فقط من أين علمته؟ من هذه القاعدة التي مرتبطة باللغة العربية، تقديم وما حقه التأخير يفيد الحصر. يعني فقط هذا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يتمكن أن يقول علم جواهر الرجال في تقلب الأحوال، يعني هذا العلم يحصل في تقلب الأحوال، لعله يحصل في وقت آخر أيضا. لا، الإمام قدم كلمة في تقلب الأحوال، قال في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، يعني فقط في هذه الحالة. تريد أن تعرف هذه الكلمة لأمير المؤمنين تحتاج إلى معرفة هذه القاعدة، بدون معرفة هذه القاعدة لا تعرف المقصود. فعلى الأقل، على الأقل شخص يريد أن يفسر القرآن، يريد أن يتدبر في الآيات القرآنية، وما أعظم هذا الفعل، على الأقل ينزل، على الأقل أقول ناهيك عن بقية القواعد، قواعد اللغة العربية. المشكلة أنه بعض حتى هذه القواعد لا يعرفها ويريد أن يستقل عن العلماء المفسرين. لا، ما يصير. القضية لها ضوابط. الحديث عما يرتبط بالتفسير حديث، أكرر، حديث ذو أبعاد كثيرة، وحديث نافع جدا، وحديث شيق أيضا، ولكن نكتفي بهذا المقدار كمجلس مقدمة للحديث عن التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى. إن وفقنا لذلك نبدأ من يوم غد ببحث التدبر في الآيات القرآنية أو تفسير بعض الآيات القرآنية، وبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ التفسير أو التدبر في الآيات القرآنية من بداية كتاب الله عز وجل من سورة الحمد، وإن شاء الله باختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق القرآن أن ينير قلوبنا بنور القرآن. اللهم بحق محمد وآل محمد أسألك أن لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.